حيم مبروك على الشقة يا سيد. ولو اني شايف ان ذوقك زبالة. انت جاي ليه؟ ممكن يا ولاد تخش جوه عشان هنتكلم انا وبابا في شغل. شغل ايه اللي هتكلم فيه؟ هتعرف لما الولاد يخشوا جوه. خير يا رحيم؟ لا خير ان شاء الله. دي عشان ما تاخدش عيال الرحاب غصب عنها. ودي عشان تبطل تزل رحاب تاني. استنى فاهمك حاجه رحيم. ودي بقى حساب قديم كان لازم يتصفى. تعرف يا سيد ايه اللي كان مانعنا عنك طول السنين اللي فاتت؟ العيال اللي جوه دي. لان انا عارف يعني اب، وعارف انه مهما غلط برضه هيفضل اب في نظر عياله. انا مش عايز العيال دي في يوم من الايام تقول ان خالنا عذبونا، لانهم في النهايه حته مني. ان كان شيطانك ضحك عليك وهيالك انك لما تاخد العيال دي تبقى انت كده بتجوي دراعنا، لا كده تبقى انت غلطان، وغلطان قوي كمان. فاهم؟ غلطت في ايه يا رحيم؟ عيالي يا اخي وحبيت اشوفهم، غلطت في ايه؟ حقك، بس انا الاوان بقى يرجعوا لامهم. مش هتاخدوا عيالي مني يا رحيم، في الاول وفي الاخر انا ابوهم. سيد انت ادفى من اني اخد ودي معاك في الكلام. انا هندع على العيال دلوقتي عشان يسلموا عليك قبل ما اخدهم واديهم لامهم. يلا اثبت نفسك كده. حاضر يا رحيم، حاضر. يا بنات تعالوا. تعال يا روكا. يلا يا بنات سلموا على بابا قبل ما نمشي علشان ماما مستنياكم. هو احنا هنمشي يا بابا؟ حبيبتي تروحوا مع خالكوا لماما. ها مالك يا بابا، انت تعبان ولا ايه؟ حبيبتي انا زي الفل، تلاقيش. يلا روحوا مع خاله بقى، ما تعملوش مشاكل. ها ماشي يا روكا. يلا بنات عشان ما تاخرش. هتموت بإيدي. مبروك البراءة يا سامي. يا أخي بيقولوا اللي بيخش السجن ده نفسه بتتسد عن الأكل. أنا يا أخويا شايفك يعني جايب لي الطبق لمسة أكتاف. الكلام ده بيحصل مع اللي بيقعدوا في السجن مدة طويلة. لكن بالنسبة لي أنا أديك زي ما أنت شايف. السجن ما استحملنيش أكتر من يوم. أنا عارف. مش يمكن ترجعوا تاني؟ مستحيل، مستحيل. سامي عوض ما يدخلش السجن مرتين. طب وإن دخلتك تاني؟ عارف يا سامي، وأنا صغير كنت عامل مشاكل مع العيال كلهم. بابا حب يحل المشكلة دي، عمل ايه بقى؟ جاب لي قطة، قطة صغيرة كده، وقال لي اللي يعرف يتعامل مع الحيوانات هيعرف يتعامل مع البني آدمين. في يوم دخل عليا لأني ماسكها بغرقها، افتكرني بموتها، رقعني حتة قلم مش ناسيه لحد النهاردة. هو كان فاكرني هموتها، بس أنا ما كانش قصدي أموتها. أنا كنت مستمتع بالرعب اللي في عينيها وهي حاسه ان روحها بتتسحب منها حبه. وانت بقى بتلعب معايا اللعبه دي عشان ترهبني. بس الحاجه الحلوه المره دي ايه بقى؟ ان بابا مش موجود عشان يديني بالقلم. شوف يا عماد بيه، كل الحكايات دي
اللي انت حكيتها لي عنك وانت صغير انا حافظها كلها واقدر اكررها لك بالحرف الواحد، لكن انا بعيد عن الشغل، انت تقدر تعرف انا فين؟ ما تقدرش تعرف ولا حرف، عشان كده انت هتفهمني. انت اللي المفروض تخاف مش انا، عشان انا عارفك كويس قوي. ده عسل يا سامي. ومين قال لك ان الحكايات دي حقيقيه؟ مش يمكن بسرح بيك؟ عموما بكره كل شيء يبان. بكره تنسي تبقى معانا بكره؟ بس يلا عليه العوض يا سامي يا عوض. كان نفسي تبقى معانا، بس قدامك فرصة ممكن تستغلها، حاول تستغلها كويس. يا سامي ايوه رامي، عاوزك تنفذ اللي طلبته منك بالحرف الواحد. ماما، ايه ده؟ انتوا كويسين يا بنات؟ الحمد لله يا رب. رحيم، انا مش عارفه اقول لك ايه يا رحيم، ربنا يخليك يا رب. أنا كنت فاكرة إن أنا مش هشوفهم تاني، بجد شكراً. شكراً على إيه يا رحاب؟ دول زي ما هم بناتك، بناتنا كمان. وأنا مش هقبل أبداً إن هم يعيشوا بعيد عنك. وأنت عملت إيه معاه؟ لا ما تقلقيش، أنا لا يمكن أأذي أبو عيالك. ربنا يخليك ليا يا رحيم. بس أدعي ربنا بقى إنه ما يضطرنيش أعمل حاجة نندم عليها كلنا. تحب أكلمه؟ والله براحتك. اللي انت شايفه صح اعمليه، بس عايزك تتاكدي دايما ان انا معاكي وفي ظهرك، فاهمه؟ الحمد لله. رمضان، ايه انت لسه ما بتدوش شغل ولا ايه؟ شغل يا سيد ديب، انت شايف العمال لسه ماشيين والليل لسه ما دخلش. أنا بقول لك مستعجل يا رمضان يا أخي. ما تقلقش، أنت بس اللي جاي بدري، كل حاجة تخلص النهاردة. بقول لك إيه؟ أنا هعمل لك كوباية شاي، قبل ما تخلصها يكون بدأنا الشغل. ماشي.